اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده نموذج جميل من نموذج تحدي العمق. صديقتنا الجميله بتعيش الحياه بكل مبسطه وسعاده رغم كل التحديات والصعوبات اللي بتواجهها. بتعيش حياتها مستمتع بيها، حياه سعيده على ساق واحده. صديقتنا الجميله نموذج جميل لكل متعدي الاعاق بقوه ارادتها وعزيمتها تتحدى الأعاق وتواجهها بكل شجاعة. إيمانها بقدراتها الخاصة وثقتها بنفسها كان أكبر دافع ليها لتخطي هذه المشكلة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية بقوة إرادتها وعزيمتها. رفضت الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة وابتسامة جميلة بتواجه كل صعب وكل تحدي.